عسلامة ومرحبا بكم الناس كل في فيديو جديد. اليوم الفيديو نتاعنا باش نحكي فيه على فول سيت اب للجيم اند ستريم واللي سميته ايمينو الله يرحمه. فمش واحد ما سمعش اغنيات نتاع ايمينو الى يومنا هذا مازال اسطوره والدون فاد. دونك خدمت الفول سيت اب هذا باسمه هو خاطر بالحق فول سيت اب تري بويسون والسوم نتاعها معقول ياسر في ظل ارتفاع الاسعار. دونك وزيد على ذلك عندي دو كود برومو ليكم انتوما باش يعمل لكم رميز تحفونه ياسر. الفول سيت اب نتاعنا تتوفر فيها كونفيك ايكران ودي اكسسوار من عند بوتيك دراجونيكس انفورماتيك. وكل عاده باش نعطيكم لافريج اف بي اس في لي جو اللي قاعدين نلعبوا فيهم تو نستريمين فيهم تو. ما نطولش عليكم اكثر، يلا نشوفوا الفول سيت اب ايمينو مع بعضنا. الو شباب، بالنسبه للفول سيت اب نتاعنا باش نختاروها من سيت دراجونيكس انفورماتيك بويسك عندي ديكود برومو اول حاجه، وثاني حاجه الاسوام نتاعهم معقوله ياسر في ظل ارتفاع الاسعار الملحوظ كما نشوفوا في البريود هذه. دونك اول حاجه نمشيو للمنيو بي سي جيمر باش نختار لكم كونفيغ للجيم اند ستريم وتكون تحفونه باش تلعبوا لي جو الكل على الماك سيتينغز. الور نمشيو دوزيام باج اي فوالا، هذه هي الكونفيغ نتاعنا نقشه سيت. الكاركترستيك نتاع الكونفيغ نتاعنا نلقاو في البروسيسور الام دي رايزن 5 3600، البروسيسور هذا 6 كور 12 ثريدز، البيس فريكونسي نتاعو 3.6 جيجا هرتز والتيربو 4.2 جيجا هرتز، ميموار كاش نتاعو 32 ميجا. يساعد الناس الكل اللي باش تلعب واللي باش تستريمي وحتى اللي تعمل ليديتينغ، الناس الكل باش يعاونهم البروسيسور هذا على الاخر في الجيم اند ستريم اند ايديتينغ. باه سورتو الناس اللي تحل بوكو دونجلي في الجوجل، تحل او بي اس مثلا باش تريكوردي الجيم يوم ميم طون فيسبوك انستغرام، دونك تحل برشا حاجات يساعدهم البروسيسور هذا بالمرتاح. الور بالنسبه للكارت جرافيك لازوس ديال فان ار تي اكس 3060 12 جيجا، الكارت مير لام اس اي بي 450 ام ابرو ماكس، الاس اس دي تيم جروب جي اكس 2 256 جيجا، والهاج دي دي 320 جيجا، الرام تيم ايليت 8 جيجا دي دي ار 4 3200 ميجا هرتز. دونك كونفيغ تحفونه ياسر تري بويسونت للجيم اند ستريم. نصيحه بركه مني انا، دونك اذا كان ناوي تستريمي كل شيء الالعاب الكل اللي تحب تستريميهم وسيرتو الالعاب من جينيراسيون جديده اللي خرجت او زيدو بارت ميموار اخرى 8 جيجا مش تبدا تستريمي بالمرتاح، وحتى الايديتينغ تبدا تخدم بالمرتاح. علاش تو لو مينيموم ريكويرمنتس في لي جو اللي خارجين تو يطلب عليك مينيموم 8 جيجا دو رام. شوف انت السيستم قداش ياكل، لو بي اس قداش تاكل، اذا كان حال دي بروجرام اخرين قداش ياكلوا، شنو تبقى للجو. دونك لازمك 6 جيجا باش تخدم بالمرتاح. دونك هذا نعملو اجوتي او بانيي الكونفيغ وتهنينا عليها. دونك باش نزيدوها 8 جيجا دو رام، دونك نمشيو للكومبوزون بارت ميموار، دونك نشوفو كعبة في التيم جروب إليت. فوالا بارت ميموار تيم إليت 8 جيجا دي دي ار 4 3200 ميجا هرتز 169 دينار اجوتي او باني. دونك الكونفيغ نتاعنا 3359 دينار. الور تو باش نمشيو للليكرون، عندكم ثلاث اختيارات وانتوما احرار، يا تاخذوا الريد دراجون ميرور 24 بوس فول اتش دي 144 هرتز ستاندر بوس تاع 1 ملي سكوند 589 دينار، والا تاخذوا في الام اس اي 144 هرتز ستاندر بوس تاعها 1 ملي سكوند فول اتش دي انكورفي. دونك جوابي زوز فرد كونفيغوراسيون، تبقى الام اس اي خير من الريد دراجون في الكوتي ماتريال اصح. دونك الريد دراجون تحسها جوتابل شوي وبرشا ناس وقعت فيهم وقعت لهم مشاكل من الايكرون هذه. دونك اللي يستحفظ دونك تشدوا ما فما حتى مشكل، مي اللي يعرف روحه اجريسيف برشا ويسيد ديما الايكرون من المستحسن ياخو حاجه ماركه معروفه كيما الام اس اي وجاوب به. سينو يشوف ال 175 هرتز خاطر ديجا عنده الار تي اكس 3060 يستحق ايكرون تو دو ريفريشيسمون نتاعها عالي. دونك 1 ملي سكوند طون دي ريبونس نتاعها 27 بوس فول اتش دي جوابه. انا من المستحسن نختار الايكرون هذه، نعمل اجوتي او باني. بالنسبه للي زاكسسوار اول حاجه باش نختاروا السوري، بالنسبه للسوري اذا كان تحبوا حاجه تحفونه
وفارد مرة ما تقعدش تعاود تشري مرة أخرى. الجلوريوس موديل او ديجا عملت عليها انبوكسنج تلقاوها في الشان متاعي. باهي تو باش نشوفوا الكلافيي. بالنسبة للكلافيي ناخذ الدراغون فاتا، سيرتو للناس اللي تخدم بالنوامر، خاصة الجماعة اللي يلعبوا فري فاير وكجو هذاك الكل يستحقوا للتاب نيميريك. سينو تاخذ الماجيك واند كما اللي عندي انا، فيها الروبو متاع البوانيي مرتاحة على الاخر. دونك انا لهنا باش نحط الفاتا. باه الكاسك ميكرو. بالنسبة للكاسك باش ننصحكم كابتين، عندك الريد دراجون هاش 510 والايبيريكس كلاود ستانجر كور 7.1 يو اس بي نتاعها سيراوند ساوند، جواب زوز سيراوند ساوند ديجا. تبقى شنو الريد دراجون؟ برشا ناس عندهم مشكله في الكابل، وانا بيرسونالمون بيريود الاخرى صارت لي مشكله في الكابل، مي شادتني بريسك عام. دونك انا لهنا باش نختار الايبيريكس. بالنسبه للتابي ناخذوا حاجه في الاكس اكس لارج، تبدا ار جي بي. دونك باش نلقاوها في الريد دراجون نورمالمون 99 دينار اجوتي او باني. باه الويب كام باش نختار الريد دراجون ابيكس فول اتش دي 30 اف بي اس. علاش؟ خاطر ديجا معاها تريبي، باش وقت اللي نحب نهبط البيرو نهبط نحطها في اي بلاصه تصور لي بالمرتاح. دونك نمشيو للميكرو لهنا ناخذو اس جي ام 300. اللي يحب اوت بارلور ياخذ ريد دراجون انفيل كما اللي عندي انا، تحفونين برشا سورتو الار جي بي اللي فيها عجبني على الاخر. اي فوالا، اذا كان مغروم بالفيفا نجم نختار لك مانيت. فوالا ريد دراجون ساتور تحفونا. الور هذا الفول سيت اب نتاعنا، نعملو فوار لو باني. التوتال 5320 دينار. دونك لي اكسسوار من احسن ما فما، باك كامله تستريمي اللي تحب عليه، تلعب اللي تحب عليه، تخدم اللي تحب عليه انت، كل شيء في الماكس سيتينغز، ما فما حتى ادنى اشكاليه. اذا كلمه لاج ما عادش باش تشوفها وما عادش باش تسمع بها الجمله. باه تو بالنسبه للي كود برومو ركزوا معايا مليح، باش نستعمل دو كود برومو. الاولاني اللي هو اشكينغ 1 بي سي، نعملوا له ابليكي الكود برومو. اي فوالا الكود برومو هذا يعملوا لك فيه ريميز و ريدكسيون ب 10% من لي زاكسسوار. دونك 120 دينار نحاولك من لي زاكسسوار. هذا كود برومو الاولاني. بالنسبه للكود برومو الثاني اشكينغ وان ايكرون، ابليكي الكود برومو. دونك كود برومو ابليكي افيك سوكسي، باش نحيولك 5% من سوم ليكرون، باش تلقى روحك من الاخر رابح بريسك 160 دينار. 160 دينار تنجم تجيب بهم اي حاجه اخرى. من الاخر الكونفيغ نتاعنا 5161 دينار. فاليدي الكوموند نتاعك وتعمر الفورمولير اللي باش يخرج لك وي سي بون. وبالنسبه للناس اللي ما تعرفش كيفاش تعدي الكوموند نتاعها وصعيب عليه الحكايه هذه، يمشي يعمل كابتور ايكرون على الكونفيغ اللي حاجته بها، بتبيع الكونفيغ هذه ولا اي كونفيغ اخرى باش تعجبه هو حسب البيدجي اللي عنده. يعمل كابتور ايكرون للي زاكسسوار، يمشي الباج دراجونيكس انفورماتيك على الفيسبوك، يبعث لهم لي كابتور يقول لهم راني حاجتي بالفول سيت اب هذا ولا باللي زاكسسوار هذوما، فهمتني؟ وقول لهم بعثني اليوتيوبر اشكينغ وان، ديجا هما يعملوا لك الريميز نتاعك ونقصوا لك في السوم وتخرج كان فرحان. بالنسبه للسوم تاع الفول سيت اب كامله 5161 فول سيت اب، يتوفر فيها رايزن 5 3600 و ار تي اكس 3060 ويكرون 175 هرتز ودي زاكسسوار من اعز ما فما. دونك يسمى سوم تحفون ياسر في ظل ارتفاع الاسعار الملحوظ اللي قاعدين نشوفوا فيه البريود هذه. به بالنسبه للكونفيغ نتاعنا لازمني نعطيكم الافريج اف بي اس كيما وعدتكم في لي جو اللي نلعبوا فيهم تو ونستريمي فيهم تو. بالنسبه لاساسن سكريد اوريجينز على 1080 بي الترا سيتينغز 84 اف بي اس، اساسن سكريد اوديسي على 1080 بي الترا سيتينغز 73 اف بي اس، وفالهالا على 1080 بي الترا سيتينغز 70 اف بي اس، ابيكس ليجندز على 1080 بي لو سيتينغز 214 اف بي اس، باتل فيلد 5 على 1080 بي الترا سيتينغز 122 اف بي اس، بوردر لاند 3 على 1080 بي الترا سيتينغز 120 اف بي اس، كول اوف ديوتي وارزون على 1080 بي كومبيتيتيف سيتينغز
116 اف بي اس، سي اس جو على 80 بي لو سيتينجز 310 اف بي اس، سايبر بانك على 80 بي الترا سيتينجز 52 اف بي اس، دوم ايترنال على 80 بي ماكس سيتينجز 170 اف بي اس، فول اوت 4 على 80 بي الترا سيتينجز 112 اف بي اس، فورزا اوريزون 4 على 80 بي الترا سيتينجز 104 اف بي اس، جي تي اي 5 على 80 بي الترا سيتينجز 89 اف بي اس، اوفر واتش على 80 بي كومبيتيتيف سيتينجز 378 اف بي اس، باب جي على 80 بي كومبيتيتيف سيتينجز 181 اف بي اس، رينبو 6 على 80 بي كومبيتيتيف سيتينجز 293 اف بي اس، فالورنت على 80 بي كومبيتيتيف سيتينجز 285 اف بي اس، فورتنايت على 80 بي كومبيتيتيف سيتينجز 197 اف بي اس، وريد ديد ريدمشن 2 على 80 بي الترا سيتينجز 60 اف بي اس. كما شفنا مع بعضنا اللي جو الكل تنجم تلعبهم في الماكس سيتينجز على الترا سيتينجز، تحب تطيح في اللوب اعلى اف بي اس جوك باهي، ما فما حتى ادنى اشكاليه بالنسبه للفول سيت اب هذه. سو معقول وتستريم اللي تحب عليه، تخدم الايديتنج بالمرتاح. سو هذا كان الفيديو متاعنا اليوم. ما تنساوش كان عجبكم باش تعملوا لايك، بارتاجيو الفيديو مع اصحابكم، عملوا لي سبسكرايب على الشين، وما تنساوش باش تمشيو تشاركوا في الجيف اواي. عندنا جيف اواي مزيانه برشا اللي تتمثل في كاسك وستاند نتاعها، دونك تدخلوا الكونت انستغرام تاعي اشكينغوان، تنخلي لكم اليان في الديسكريبسيون تحت الفيديو، اعملوا فولو وتابعوا لي انستركسيون باش تربحوا الجيف اواي هذه. كما تشوفوا قدامنا كاسك وستاند بقيمه 220 دينار. يلا ناس كل تشارك، ديجا فما برشا شاركوا، اول ما نوصلوا لل 15000 ابوني باش نربح زوز من ناس، واحد كاسك وواحد ستاند، دونك 13100 ابوني، ما عادش برشا على 15000. ناس كل تدخل وتشارك في الجيف اواي، وان شاء الله تكونوا انتم واحد من الرابحين. يلا نشوفكم في فيديو جديد والسلام.